بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن Accessing Multi Cameras in Python or Capturing Video from Two Cameras in OpenCV at Once، أي كيف يمكن الوصول إلى عدة كاميرات باستخدام أكواد بايثون ومكتبة OpenCV وعرض الفيديو الملتقط من هذه الكاميرات أيا كان عددها في نافذة واحدة باستخدام أكواد بايثون. قبل البدء في تنفيذ الكود يجب أولا تثبيت مكتبة OpenCV. بنفتح نافذة التيرمينال أو اضغط مفتاحي Alt مع F12 وقم بكتابة الأمر التالي: pip install OpenCV Python، ونضغط مفتاح الإدخال Enter، يقوم بتثبيت المكتبة. ننتظر إلى حين تثبيت المكتبة. أعطاني هنا رسالة requirement already satisfied، أي أن هذه المكتبة تم تثبيتها قبل ذلك أي في جلسة عمل سابقة. نغلق نافذة التيرمينال ونكتب الأكواد التالية داخل محرر الأكواد: أولا import يعني استورد مكتبة CV2، بعدها import استورد numpy، استورد مكتبة numpy ونعطيها alias name as np. أكتب هنا camera 1 يساوي واستخدم مكتبة cv2. واستخدم هنا الميثود فيديو كابتشر، يعني التقط صور وفيديو من الكاميرا الاولى، وهنا الاندكس الخاص بالكاميرا الاولى هو 0. بعدها انشئ متغير مثلا بالكاميرا الثانية يساوي cv2. واستخدم ايضا الميثود فيديو كابتشر واعطي هنا الكاميرا الثانية والكاميرا الثانية الاندكس الخاص بها 1. بعدها انشئ حلقة تكرارية باستخدام while وترو، معناه حلقة تكرارية مستمرة لان وضعت هنا القيمة ترو وتعني الاستمرار في عملية اللوج، اي عملية الدوران باستمرار او الحلقة التكرارية باستمرار. هنا انشئ متغير وليكن اسمه val1 ومتغير اخر اسمه frame1 يساوي، واستخدم هنا المتغير الخاص بالكاميرا الاولى دوت ريد، يعني اقرا الاستريم الخاص بالكاميرا الاولى، وهذا الاستريم سيحمل متغيرين، المتغير الاول هو قيمته ترو او فولس والمتغير الثاني وهو الصوره. فاذا كان هناك فريم اي صوره تاتي من الكاميرا الاولى سيضع فاليو 1، واذا لم يوجد هنا صوره من الكاميرا الاولى سيضع فاليو 1 قيمتها فولس، أما الصورة نفسها يضعها في فريم 1. نفس الشيء بالنسبة للكاميرا الثانية، أنشئ لها متغيرين val2 frame2 يساوي، وأكتب المتغير الخاص بالكاميرا الثانية، فبستخدم هنا كاميرا 2.read اقرأ، يقرأ الاستريم الذي يأتي من الكاميرا وهو أيضا يحمل متغيرين val2 في حالة أن هناك صورة تأتي من الكاميرا الثانية، أما إذا لا يوجد هناك صورة من الكاميرا الثانية ستكون قيمة value2 قيمتها false، أما الصورة التي سيتم التقاطها سيتم التقاطها داخل frame2. بعدها أنشئ جملة شرطية فبستخدم if not val1، يعني إن لم تكن val1 قيمتها true or not val2، وإن لم تكن val2 قيمتها أيضا true، أي تعني إن لم يوجد هناك صورة ملتقطة من الكاميرا الأولى والكاميرا الثانية إذن بريك. هنا قف عن تنفيذ الكود. وإذا كان هناك غير ذلك أي تم التقاط فريم من الكاميرا الأولى وفريم من الكاميرا الثانية، إذن قم بتنفيذ الجمل التالية. فبكتب هنا متغير وليكن اسمه dime، اختصار كلمة dimension، وسأضع بداخله الأبعاد 300.300. ماذا يعني هذا؟ هنا الكاميرا الأولى من المحتمل أن يكون لديها أبعاد تختلف عن الكاميرا الثانية، أي أبعاد في العرض والطول، وبالتالي سأقوم بتوحيد هذه الأبعاد باستخدام مثلا 300 بيكسل و 300 بيكسل. 300 بيكسل الأولى خاصة بالويتس، أما 300 بيكسل الثانية خاصة بالهايت.
لو عايز حضرتك أبعاد غير ذلك ممكن تغير هذه الأرقام إلى أي رقم تريده للأبعاد. بعدها أنشئ متغير وليكن اسمه resized one، وهذا المتغير سوف يستقبل الصورة التي سألتقطها من الكاميرا الأولى موحدة الأبعاد على حسب الدايمنجن اللي كتبته في الخطوة السابقة. فبكتب هنا cv2 dot واستخدم منها resize، بستخدم الميثود resize واكتب هنا الفريم 1، يعني قم باخضاع الفريم 1 للابعاد التي توجد في المتغير دايمنجن اللي سبق كتبته في الخطوة الاولى، وبالتالي الفريم 1 ستكون ابعاده 300 × 300. نفس الشيء انشئ متغير جديد resized 2 بيساوي cv2 dot واستخدم الميثود ايضا resize للفريم 2 واخضعه للابعاد الخاصه بالدايمنجن اللي انا كتبتها ايضا 300 × 300. وبالتالي بعد هذه الخطوه resized 1 وresize 2 سيتم توحيد الابعاد، ستصبح متطابقه للفريم 1 والفريم 2 لكي نتلاشى او نتجنب الابعاد المختلفه من الكاميرتين. لماذا؟ لان مكتبه نمباي ترفض استخدام ابعاد غير موحده او ابعاد مختلفه، يجب ان تكون الابعاد متطابقه اي العرض والطول لكلتا الكاميرتين. انشئ هنا متغير وليكن مثلا اسمه هوري، اختصار لكلمه هوريزنتال، لان انا ساعرض الصور الملتقطه من الكاميرتين او الفيديو الملتقط من الكاميرتين على هوريزنتال، وممكن استخدمها ايضا فيرتيكال. نجرب الاول هوريزنتال، فبنكتب هنا مكتبه نمباي من خلال الاسم المستعار اللي هو الالياس نيم الخاص بها، ونستخدم هنا الميثود كونكاتينيت، ونفتح هنا قوسين داخل بعض، وبنكتب هنا resized one، يعني اكتب المتغيرين اللي هم بيستقبلهم الفريم 1 والفريم 2 بعد ما تم تحجيمهم او بعد ما تم تغيير ابعاده، وبكتب هنا resized 2. اخرج من البراكتس الاول واخد هنا كوما واكتب هنا الاكسس عندي على المحاور مثلا يساوي 1، هنا اكس يساوي 1 يعني اعرضها بشكل هوريزونتال افقي. بعدها بستخدم هنا cv2 هذه المكتبه واكتب هنا image show يعني اعرض الصور، وهنا اضع اولا تايتل عنوان للنافذه التي سيتم عرض فيها الصور، ولتكن هذه النافذه مثلا هبدا تايتل result يعني النتيجه، وهنا نضع كوما ونكتب اسم المتغير هوري، وهذا المتغير الخاص بعرض الصور بشكل هوريزنتال الذي حددته في الخطوة السابقة. بعدها ننشئ هنا جملة شرطية، فبكتب هنا f cv2.weightk يعني انتظر ضربات مفتاح، فبكتب هنا 1 أي قيمة الانتظار هنا 1 على ميكرو من السكند يعني ميكرو من الثانية and، وبعدها نحدد المفتاح الذي سيتم من خلاله الخروج من هذا اللوب، فبنكتب and ونكتب هنا 0xFFCapital يساوي ord، ونفتح brackets ونحدد المفتاح الذي سيتم الضرب من خلاله أو الإيقاف من خلاله، فبنكتب هنا q أي عند الضغط على مفتاح q يقوم بالخروج من اللوبينج، ونضع هنا كولو وبنكتب هنا break يعني قم بإيقاف هذا اللوبينج اللي انا حددته في هوايل ترو. نجرب ونضغط رن لكي نرى النتيجة. هنا طبعا عرض الكاميرتين، دي الكاميرا الاولى وهو الاندكس الخاص بها 0، وهذه هي الكاميرا الثانية والاندكس الخاص بها 1 بشكل هوريزنتال بشكل افقي. لو انا عايز اعرضها بشكل فيرتيكال عمودي طبعا يجب ان انا اضغط على كيو لكي يقوم بتنفيذ ايقاف لهذا اللوبينج، فبضغط على كيو وبنغير هنا الاكسس وبنجعل هنا قيمته 0، نضغط ران ولكي نرى النتيجة. هنا عرض الكاميرتين بشكل فيرتيكال. اقف عن تنفيذ الكود، فبضغط هنا مفتاح كيو. لنفرض ان انا اريد ان اعرض كاميرا ثالثه او فيديو ثالث،
لدي هنا مثلا على سبيل المثال هنا على سطح المكتب فيديو أريد عرضه ككاميرا ثالثة، فبضغط هنا كليك يمين واستخدم هنا كوبي، وبعدها أتجه للبروجكت تاب، أضغط هنا بروجكت تاب وكليك يمين واستخدم هنا بيست لصق. بيسألني هنا هل تريد لصق ملف ديسك دوت ام بي 4، أضغط أوكي. قام هنا بوضع ملف الفيديو ديسك دوت ام بي 4، سوف أستخدمه ككاميرا ثالثة أيضا، عرضه مع الكاميرا 1 والكاميرا 2، أي يمكن عرض فيديو أو كاميرا أي منهما. فبنكتب هنا متغير جديد اسمه كاميرا 3 يساوي cv2.videocapture، وبنحدده هنا من خلال اسم الملف، فبضع بين سنجل كودز ديسك دوت ام بي 4، بنحدده بالاسم. طبعا هو ليس كاميرا ولكن هو فيديو. بعدها اضع عبارة هنا في اللوبينج، فبكتب هنا val 3 frame 3 يساوي كاميرا 3 دوت ريد، اقرأ الستريم. هنا نفس الشيء كما ذكرت بالنسبة لكاميرا 1 وكاميرا 2، أي إذا كان هناك ستريم يأتي من الكاميرا الأولى اجعل value 3 قيمتها true، وإذا توقف الستريم الذي يأتي من الكاميرا الثالثة اجعل value 3 قيمتها false، ويضع الصور التي تأتي من الكاميرا الثالثة داخل الفريم 3. ثم أضف إلى الشرط F العبارة التالية or أو not val 3، يعني إذا لم يتم التقاط فريم من الصورة الثالثة. ثم أحدد أبعاد الصورة الملتقطة من الكاميرا الثالثة أو الفيديو، فبكتب هنا resized 3 يساوي cv2 dot، واستخدم الميثود resize، واستخدم هنا الفريم 3 كوما، واخضعها للدايمنشن للابعاد 300 ويدث في 300 هايت اللي انا حددتها قبل كده. اضع هنا في الكونكاتينيت هنا، فاكتب هنا resized 3، ونضغط run. هنا عرض لي الكاميرا 1 والكاميرا 2 ومعهم الفيديو ككاميرا ثالثة، وأيضا يمكن إضافة العديد من الكاميرات، وأنا قمت هنا بعرضهم vertical عرض عمودي. إن شاء الله سأترك لك هذا الكود في رابط الفيديو، يمكن تعديله وإضافة عديد من الكاميرات لديك وتغيير من عرض عمودي إلى عرض أفقي، وأيضا يمكن تعديل أي إضافة أكواد أخرى، مثلا أكواد الخاصة بالكتابة على الصورة، أي نكتب مثلا القسم الذي يتم منه التصوير والوقت الخاص بالتصوير، وهذا مهم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.